جماعة أنصار السنة تطالب بتشكيل حكومة انتقالية دون إقصاء، هذا عنوان آخر في ذات الصحيفة. وفي تفاصيله دعت جماعة أنصار السنة المحمدية الأطراف السودانية إلى توافق حول برنامج للمرحلة الانتقالية يتم من خلاله إحلال السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وطالبت بتشكيل حكومة انتقالية لا تقصي أحدا تجنبا للثورات المضادة التي تزعزع الاستقرار. وأكد عضو اللجنة السياسية بالجماعة سليمان إبراهيم حماد أهمية مراعاة مصالح البلاد العليا والمحافظة على استقرار ووحدة الوطن.